هذا الفيديو راح يزعل ناس كثير مني، بس أنا كلمتين محشورين في زوري ولازم أطلعهم. الفيديو عنوانه رفقا بالمغتربين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد ناصر أبو يوسف وبحييكم من قناتي مذكرات ممرض من قطر. هذا القناة بنتكلم فيها عن التمريض مهنة العظماء، فإذا عجبك العنوان خليك مع الآخر، طول بالك بتفهم شو قصدي. هاند واشينج، البس جلوفز، لا تنسى الماسك، وتفضل معي. في بداية الفيديو لازم أقول لك إنه أنا ما بتكلم من تجربة شخصية. أنا الحمد لله أهلي ناس محترمين، وعمره ما حدا طلب مني إشي، عمره ما حدا ثقل دمه علي، لكن من اللي بشوفه، من تجارب الناس اللي هون، من المشاكل اللي واقع فيها الناس هون، من الشكاوى اللي بسمعها ليل نهار سواء شخصيا أو عبر الإنترنت، الوضع عن جد صاير لا يطاق. فاعتبرني أنا بحكي بلسان كل المغتربين وافهم الصورة كاملة بعدين احكي. رقم 2، مش قصدي عن الكل، لأنه في ناس إلهم أهل أو قرايب أو أبناء مغتربين ومقدرين وضعهم ومش راضين يثقلوا دمهم عليهم، وما شاء الله عنهم بنحطوا على الجرح بيطيب، لكن احنا بنحكي عن الأغلبية. وأنا بالنسبة لي يعني ما بقدر ألوم حدا، لأنه ما حدا بيقدر يقدر الوضع غير الإنسان اللي عاش فيه. هذا الفيديو عن الناس اللي بتحسد المغترب على غربته، عن الناس اللي بتفكر المغترب مبسوط وانه الفلوس هي كل اشي بالدنيا، عن الناس اللي بتفكر انه مدام العملة عندك اقوى من العملة في بلده معناته انت ملياردير، عن الناس اللي بتطلع انه راتبك اعلى من راتبه بس ما بتطلع انه العيش عندك اغلى 6 مرات من العيش عنده، عن الناس اللي بفكر انك بتصرف دولار او ريال او درهم واحد وبتحوش باقي مرتبك وكل سنة بتحوش ثمن فيلا، عن الناس اللي مفكرك بتغرب عشانه فكل ما يجي على باله شغلة بقول لك ابعت لي واعتبرها زكاة، ما انت هيك هيك بتطلع زكاة كل سنة، مش راح اسدك حقها. في البداية لازم تعرف انه ما بصير تحسد المغترب، لانه ببساطة هذا نصيب، ربنا كاتب له انه يدرس، وربنا كاتب له انه يتغرب، وربنا كاتب له انه يلاقي شغل كويسة في بلد بتعطي رواتب كويسة، فهاي ارادة ربنا. انت اذا حسدته بتكون بتعترض على ارادة ربنا، وكأنك بتقول ليش ربنا اعطيته وما اعطيتني. الزلمة جد واجتهد وعمل واخذ بالاسباب وتوكل على الله وربنا وفقه، انت شو الك عنده. رقم 2، انت لو بدك تحسد المغترب، خصوصا انا عامل القناة اصلا للممرضين، لكن لو حكينا بشكل عام الناس اللي دارسة زي الممرضين، المهندسين، المحامين، الأطباء، هذول بالعادة لما يتغربوا بياخذوا أعلى رواتب. فإذا بدك تحسد إنسان متعلم ومتغرب فأنت ما مريت باللي مر فيه، هو درس واجتهد ويمكن طلع الأول على البلد أو الأول على المدرسة، خلص توجيهي ودخل جامعة وانتحر نظري وعملي، بعض التخصصات زي الطب بدرس 6 سنين مش 4، بعد ال6 سنين في سنة امتياز، بعد الامتياز في 4 سنين اختصاص، وبعد هيك تغرب لقي راتب كويس، فهذا مكافأة على الجهد اللي عمله. انت لو حابب تصير زيه وتاخذ راتب زيه اتعب زي ما تعب بكل بساطة. لا تحسد المغترب لانه مش شغال ببلده. بالعربي انا مش وزير هون، الناس ما بتنظر لي كأنه انا سوبرمان، انا مش شغال وزير، انت هون مش في بلدك، ومهما كانوا اشقاء وعرب وبلد اسلامية على عيني وراسي من فوق، لكن ما في بلد بالدنيا تحترم الغريب اكثر من ابنها. على الاقل جرب انت جدد جواز السفر وشوف ابن البلد لما يجدد جواز السفر قديش بكلفه، طلع رخصة سواقة شوف انت بتدفع قده ولا اكثر منه، جدد الاقامة وشوف اقامتك ليش 3 سنين وهو هويته الشخصية صالحة ل10 سنين، روح على اي مستشفى وشوف كيف قاسمين الطوارئ، نص لاهل البلد ونص للغريب. بعدين هون لا في شلفقة ولا في بسلم عليك ابو فلان، ولا في واسطه، ولا في معلمت شو قهوتك اليوم وتضحك عليها وتضلك نايم ما تشتغلش، ولا في هز ذنب ولا دق اسفين، ولا معلمي فلان اجى متاخر 5 دقائق خلص خذ بكره اجازه. هون شغل شغل، اذا ما اشتغلت بكل بساطه بتروح على بلدك، ما حدا بيستحي منك. فانتوا ما بتشوفوا الا نص الكوبايه الفاضي، انه فلان باخذ 2000 دينار بالشهر بس كيف بجيبهم من الشغل. بعدين انت لا تفكر انه الفلوس سهلة، كل ما ارتفع الراتب بكون الستاندرد اعلى، يعني هون صحيح الرواتب اعلى من باقي بلاد العرب لكن برضو المعايير اللي بتشتغل عليها اعلى بكثير. انت في بلدك لو اسأت لبني ادم او اهملت بشغلة، يمكن في بعض البلاد لو قتلت مريض ما حدا بحاسبك، لكن هون لو اي مريض حتى لو كان مش ابن البلد اشتكى عليك فيها فصل نهائي وروح على بلدك، ما في مزحة.
هون اللي ما له شغل بيخلقوا له شغل، فمستحيل الثمان ساعات تقعد فيهم دقيقتين على بعض. فانت اذا كنت في بلدك تشتغل ساعه بتقعد سبع ساعات، هون بتشتغل ثمان ساعات ونص وفي نص ساعه زياده. لا تحسد المغترب لانه راتبه عالي، برضه بدك تتذكر انه المعيشه عنده غاليه. اذا راتبه قد راتبك على اربع مرات فالمعيشه عنده اغلى منك بست مرات. فلا تفكر انه بحوش 99% من راتبه زي ما انت مفكر. لا، انا بعرف ناس مغتربين كل ثلاث سنين او اربع سنين، وفي ناس كل ست سنين مرة بيطلع اجازة، لانه بقول لك الفلوس اللي بعطيني اياها المستشفى حق التذاكر انا اولى فيها، لانه لو نزلت على بلدي بدي قدها على مرتين هدايا للناس. في ناس تقعد بالست سنين مش شايفة امها وابوها عشان توفر، وفي ناس بتنزل بالبر بقعد 24 ساعة يسوق عشان يوفر تذاكر الطيارة. تذكر انه المغترب محروم من كل شيء، الغربة لها ضريبة وضريبة عالية جدا. انا بعرف ناس ابوه مات واندفن وخلص العزاء وهو كان جواز سفر موجود مع الكفيل تبعه او الشركة اللي بيشتغل فيها وما قدر ينزل يحضر عزاء ابوه لانه الجواز منتهي. اقل ما يقال انه المغترب محروم من لمة العيلة، محروم من الطلعات والرحلات اللي بيطلعوها. لو رجع وتفرج على صور الرحلة او صور اللمة تبع العيلة مش راح يلاقي حاله موجود فيها. لو كلموه عن اي مشوار او اي ذكريات لهم ملوش مكان فيها. لو كان له بيت او كان له غرفة في البيت تبعهم راح يرجع يلاقي واحد ثاني ماخذ مكانه. محروم من الونس، محروم من مشاوير العيد. لو مرض ما فيش حدا يناوله كاسة المي، ما فيش حدا يسأل عليه، ما فيش حدا يرن عليه يقول له شو مالك كيف حالك لازمك اشي ولا لا. ما حدا بفطر عنده ولا هو بفطر عند حدا برمضان. لو فلس ما حدا بداينه قرش لانه الكل جايين هون مخصوص عشان يحوشوا. ولو رجع بعد 20 او 30 او 40 سنة ما حدا راح يطلع فيه لانه الكل تعود على غيابه. انت ما الك مكان اصلا، انت بالنسبة لنا اي تي ام نحتاج مصاري بتديننا، غير هيك ما بدنا نشوف وجهك. ولو كان مغترب لحاله ومرته وولاده في بلده راح تلاقي ولاده ما بردوا عليه. انت بالنسبة لنا اي تي ام تبعت لنا فلوس، بس مين انت تقول لي هذا صح وهذا غلط ولا تطلع ولا تنزل ولا تعمل ولا تسوي. هذا كله من ضريبة الغربة اللي انت حاسده عليها، مش شايف غير انه الغربة بتجيب فلوس، بس ما بتعرف انه الغربة ممكن يصير من وراها مصايب. فلا تحسده لانه حتى لو رجع اجازة او رجع على طول راح يحس انه لخبط السيستم اللي هم متعودين عليه، انه متعودين يعيشوا بدونه، وراح يحس انه بطل له مكان. وبكل بساطة راح ينسحب. لو نزل اجازة وقعد اول يوم في بيت اهله او بيت اخته، ثاني يوم راح يسحب حاله على فندق او شقة مفروشة لانه هم مرتبين حياتهم على انه ما يكونش موجود فيها. والسنة الجاي مش راح ينزل اجازة اصلا لانه تقيل دمه على كل الناس. لا تنسى المغترب وتتذكره بس وقت الحاجة او لما تحتاج فلوس. بس حاول تتذكره بتلفون كل شهر او كل اسبوعين على الاقل، لانه في ناس كثير صار له 6 اشهر و8 اشهر وسنه وسنتين تلفونه ما رن ولا حد عارف هو عايش ولا ميت. لا تحسده اذا شفته على الفيسبوك قاعد في مطعم او طالع على منتزه، يمكن هذا ارخص مطعم في البلد ويمكن هذا المنتزه يكون اصلا ببلاش. لا تحسده اذا كان رايح على مباراه حتى لو كانت فيه حدث مهم، لانه ممكن تكون ارخص مما انت متخيل. انا رحت على مباريات في كاس العالم كانت الناس تيجي من اخر الدنيا مشترين التذكرة ب 350 أو 250 دولار، أنا كنت أخذها بعشرة لأنه أنا موجود جوا البلد. وبعض الناس بكون يحوش بحق هاي الطلعة من شهرين، وبعضهم طلع هاي الطلعة وهو أصلا مش جاي عباله يطلع ولا جاي عباله يخسر فلوس، بس فقع من الحبسة بين أربع حيطان لمدة طويلة. لا تذكروا بس لما ينزل إجازة جيب لي آيفون معك، جيب لي آيباد لهالولد، جيب لي علبة عطر، جيب لي مش عارف شو. لأنه بكل بساطة كل إنسان بعرفه سواء صاحبه جاره زميله بالشغل مرة شافه بالشارع صدفة راح يرن عليه سمعت انك نازل احد الجاي جيب لي معك ايفون. انا بعرف ناس لما تنزل على بلدها تنزل معها شنطة واحدة فيها اواعيها وعشر شناتي هدايا، تخيل قديش بده يطلع الجمرك تبعهم. ومعظم الناس بتجيب له الايفون او بتجيب له الشغلة اللي هو موصى عليها وقايل لك بس تيجي بنتحاسب، وبقول لك بس يصير معي. بدي احكي هالكلمة واجري على الله، المغترب ما تغرب عشان يصرف عليك. المغترب مش مجبور فيك. المغترب مش بنك متنقل او انسان حامل شوال مصاري وقاعد بتبرع على خلق الله وهو نفسه ناسي حاله. ما بصير تقول لواحد مغترب ما دام ربنا اعطاه لازم يعطيني. هو حر، يمكن مصروفه مش مكفيه، يمكن هو حب يتبرع بس بده يتبرع لناس غيرك، يمكن غيرك بيستاهل، غيرك متضايق اكثر، غيرك مفلس اكثر، يمكن هو بحب غيرك وما بحبك. هو حر لمين يتبرع، مش شغلك هذا. المغترب مش ابوك ولا امك. المغترب مش الحكومه اللي مجبوره تصرف عليك. المغترب مش بني ادم شغلته في الحياه يدعمك كل ما تفلس، وانت اصلا صار لك ست سنين قاعد بلا شغل ومقضي لي اياها مباريات للساعه واحدة بالليل وارجيله وسجاير وقهوه وكلاسيكو وبرشلونه وريال مدريد، وكل شوي بالله 100 ليره انت شايف الوضع بدنا نشتري مونه رمضان. روح اشتغل يا حبيبي، انا مش مجبور فيك. في ناس اخف بلا بس برضه نصابين، بتداين منك
وبسدك بعد 5-6 سنين او ما بسدك اصلا، هذا اسمه نصب. انت راح تحسبها انه ما هو معاه مصاري، مش شغلك معاه او مش معاه. يمكن يكون معاه مصاري لكن ربنا بعت له مصيبة، يمكن معاه مصاري لكن بتعالج من سرطان، يمكن معاه مصاري لكن بسد دين كبيرة. انا بعرف ناس هون دهس بني آدم وترتب عليه غرامة فوق 65,000 دينار، وكل شهر بعطيهم ثلث أو نص راتبه، فكل غربته طلعت على الفاضي، وراح يظل مستمر على هذا النسق أكثر من 15 سنة لقدام. فمش كل الناس اللي هون مرتاحين. النقطة اللي أثارت جدل كبير خاصة على التيك توك، مرة نزلت فيديو مدته يمكن دقيقتين، اللي هو لا تحسب الفلوس اللي بقبضها حسب العملة في بلدك أو حسب مستوى المعيشة في بلدك. يعني لو أنت إنسان مصري مثلاً، كل الاحترام لأخواننا المصريين، لو أنت إنسان مصري وأخوك أو ابنك بيشتغل أو ابن عمك أو صاحبك بيشتغل في قطر مثلا، لا تيجي تقول له أنت بتاخد 9,000 ريال، يعني مش عارف أبصر قديش مليون جنيه مصري. لأنه صح في فرق بين العملتين، لكن الإشي اللي أنت بتجيبه ب100 جنيه يعني 7 ريال أنا بجيبه ب35 ريال، فهون الرواتب مليحة بس العيش غالي جدا. ولا تحسبها حسب مستوى الرواتب في بلدك. يعني بالأردن الممرض بأخذ 300-400-500 دينار، لما يسمع أنه محمد ناصر في قطر بأخذ 1800 مثلا بقول لك بتلاقيه هسه فاتح 4 بيوت. لا يا حبيبي، أنا بأخذ 1800 بس عندي 3 أولاد، مفروض راتب يكون 2500. والسبب أنه المعيشة هون أغلى من المعيشة عندك، فلا تحسب أنه هو راتبه قدي على 4 مرات، ما هي المعيشة عنده أغلى منه على 6 مرات. النقطة اللي بترفع ضغطي عن جد، لا تطلب منه يلاقي لك شغل. ما في إشي اسمه بالله عليك دبر لنا عقد من عندك. أنا مش وزير العمل ولا وزير الصحة ولا وزير الداخلية في هالبلد، أنا موظف عادي زي غيري. ولو أنا نفسي ما عجبتهم أو أسأت لأي مريض أو غلطت أو قتلت بني آدم أو اخترقت القانون بأي طريقة معينة، بتحاسب، بنسجن، بطلع من السجن على الطيارة، ممنوع أدخل البلد هاي بعد اليوم. فلا تجي تقول لي دبر لي عقد، أنا مش مهم لدرجة أخلق لك عقد. أنا نفسي قعدت 6-7 سنين رايح جاي مقابلات لما لقيت لي عقد. في النهاية تحملوا الناس، قدر ظروف الواحد، حاول تحط نفسك مكانه. تخيل بني آدم متغرب مش شايف أهله، نفسه يشرب كاسة شاي من إيدين أمه، مريض ما حدا سأل عنه، تلفونه مرن من 6 أشهر، راتبه عاله أي نعم بس المعيشة غالي عنده جدا برضه، في الراتب طالع تقريبا على الفاضي، خصوصا إذا كان متجوز عائلته كبيرة. تخيل بني آدم كل الناس حاسديته وهو أصلا واقع بألف مشكلة وراتبه مش مكفي لإشي. تخيل بني آدم واقع بالنص، لا هو عارف يرجع لبلده ويصير مسخرة انه انت تغربت على الفاضي ما عملت لحالك اشي، وبين انه يضل وهو اصلا كان مفكر الوضع غير هيك، كان مفكر انه يحوش 90% من راتبه، طلع بتطلع روحه لما يحوش 10% من راتبه. فحطوا نفسكم مكان الناس وتحملوا بعض، الدنيا صعبة بدون ما تكرهوا بعض، بدون ما تحسدوا بعض. والله يعين الناس على ما بلاها، وسامحونا اذا عصبنا، ولو بدكم نحكي بأي موضوع بس اكتبوا لي تحت بالتعليقات. لو عجبك الفيديو، وأكيد ما عجبك، لايك للفيديو. لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله.